اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل في احسن الاحوال. واش راكم واش احوالكم مع تحضيرات العيد؟ كاش حلويات كاش مفيض؟ انا اليوم نهار الكوزينه واش نقول لكم. المهم جيتكم فيديو خفيف ظريف نحكي لكم انه الحلويات متوفره عند ام محمد في عنوانها جديد. ام محمد راهي سكرت من بلعلة، دوك نعطيكم عنوانها بالتفصيل ممل باش يعني الناس اللي حابين يزوروها غدوه ويشريوا الحلويات تاع العيد. محلها جديد راه اون فاس الفندق فيكتوري، قريب من فندق البيز، قدامها الاريج بوديا بودراما وين عاودت فتحت من جديد، راهم قدام بعضهم لازقين في بعضهم. تلقاو الواجهه تاع المحل راح تعرفوها كي توصلوا تاع الاوتيل تلقاوها اون فاس لي. هذه الدخله تاع المحل باذن الله نقعد وندير لكم فيديو كامل وتصوير وتفاصيل كبيره على المحل. المهم حلويات راهي كاينه البيع، عندها اسعار مليحه بزاف، عندها من 5000 وطلعوا. ام محمد راهي كبشغل حلويات هيذوبوا في فم بشهادة كل متربصات. احنا راهي تقري عندنا في الأكاديمية بشكل يومي، وصراحة أفواجها مكتظة دائما بالغاشي لأنه حلوياتها مليحة وتمد من قلبها وتمد ديما دي بونيس، وهذاك تسمى ديما عندها إقبال كبير في دوراتها ورجاتها. الحلويات هذه المرة العيد كبيرة على بالنا الناس ما تشيش الكاطو بزاف الغالي، شريوا الأساسي تاع الحليب، وهذاك تسمى راهي عندها من 5000 وطلع. كل واحد ومقدور، اللي تحب تشري تاع 5000 تشري، اللي تحب تشري تاع 10 تشري، كاين كلش الانواع كامل متوفره للبيع مباشره. هذا رقم المحل تاع رقم هاتف تاع المحل اللي يحب يتصل ويكوموندي. سمحوا لي شويه راني خلط في الهضره، راه التعب تاع النفيض راني مكسره واش نقول لكم، مازال ما كملتش. المهم هذه الحلويات اللي متوفره، هذا التصوير وصلني اليوم يعني صراحه من سما قعدت ما رحت ما صورت ما شريت بوكس ما ضربت دوره ما والو، لكن حامل لكم تفاصيل. شوفوا هاد الانواع كامل كاينين، سيرتو دوكا ركزوا على الصابليات، الحوايج الحليب، الحوايج هكذا الهادئه برك تاع العيد. يعني كاين معسلات عندها العجب، يعني خدمه ونظافه وبنه وجوده واسعار مليحه. راهي شغل قالت لي حاولت الريقل الاسعار الاخر مع غلاء حوايج الكاطو، لا قالت لي حاولت الماكس اني نقص في الاسعار. وبصحتكم مسبقا، كاين موديلات قالت لي خلاص اليوم مي غدوه صباح يتوفروا، راهم في الليل هما ما يروحوش هما يخدموا في الليل باش صباح يحطوا لكم طول الموديلات جديده. اللي تحب تشري تتقرب طول المحل، اللي حابه تتصل برقم الهاتف ولا تسقسي ولا تستفسر ولا تفهم ولا تدي بوكس تاع مهيبه مميز ولا هكذا ثاني كاين. كاين دي بوكس تاع 230 تاع 250 تاع 300، كاين دي بوكس تاع مهيبه حاجه رويال يعني ب 600، كاين يعني اللي جايبين لهم العيد العرايس. المهم بصحتكم مسبقا وصحة عيدكم وينعاد عليكم بالصحة والهنا.